في عندك سفر للناس اللي كانوا زي ما قلنا ممكن يكون نفس الكرت اللي قلنا عنه، الطاقة تبعتك طلعت، انه انتظار بعدين الحصول على، ممكن تكون عم تنتظر لك فترة طويلة بسفر، ولكن في هاي الفترة عم بتسافر، في هاي الفترة عم بشوف الطاقات قبل ما انسى عم بتكون هوائية ترابية بامتياز، مائية أكثر شيء. عم بشوفك في شخص، ممكن تكون طاقته مائية أو هوائية، هذا الشخص راح يقدم لك عرض وانت تكون راح تكون في حيرة ما بينه وما بين أمر تاني. هذا الشخص أنا شايفة إنه أكثر عاطفي الموضوع من ما هو مهني أو كذا. هذا الشخص عن جد عم بيقدم لك من قلبه، وعن جد هو إنسان بيستحق إنه ينعطى فرصة. فمستغرب ليش أنت عم بتصد أو عم بتقارن أو عم بتحاول تختار هذا. هذا شخص مبين بالأوراق، رجع تكرر عنا هون، يعني مصر على طلبه، مصر على، خلينا نقول على، ممكن يكون على فكرة كمان ترابي، مصر على طلبه، رح يصر كتير. شايف العلاقة مستمرة مع هذا الشخص، مع إنك رح تفكر كتير، لأنه يمكن شخص شوي الظاهر مش مبين زي الباطن، الظاهر مش زي الباطن، ما بيعرف يعبر عن مشاعره، يمكن انت فهمته غلط. هذا الشخص راح يرجع بأكثر من عرض، بأكثر من مرة. لما أحكي عن العاطفة دائما، يعني أحيانا ممكن يكون عكسية الموضوع، القراءة عم بشوفك في العمل منهك، عم وكأنك عم تنسى العاطفة بالعمل، عم تحاول تشتغل كتير كتير لحتى انه يعني يدوبك تقدر تغطي امور، لكن شايفة عندك بعدين رح تصير وفرة مالية في النصف الثاني، وخاصة اخر الشهر رح يكون في وفرة مالية من بعد، اللي هو يمكن تضطر انه تاخذ فلوس من حدا، تضطر انه يعني في بداية الشهر شوي نقص في المادة، ولكن في نهاية الشهر عم بشوف العكس شوي، عم تتبدل الأوضاع يا جدي. عم بشوفك عم بتحط حدود، عم تنهي علاقتك بمجتمع بأكمله، يعني بأشخاص كتير، عم تشمل الموضوع يعني مش بس شخص واحد، عم تنهي علاقتك بأشخاص كتير، ويعني خلص اللي هو ما في فرصة تانية. فعم بشوفك كتير صارم هاي الفترة، بس اللي هي الصرامة اللي في محلها، يعني الجدية والحكمة اللي فعلا يعني في محلها وفي وقتها وفي مكانها الصحيح. من بعد ما صبرت على هدول الأشخاص في حياتك، من بعد ما صبرت على الأذى منهم، وخاصة في العمل، أنا عم بشوف العمل أكتر شيء، في عندك عيون عليك في شخص، إما ممكن يكون ترابي زيك أو هوائي. هذا الشخص كتير عم بيحاول انه اما يشوه السمعة او انه يعمل لك شيء، بس ما قادر ولا رح يقدر، لانه في انتصار عليه، انت عم بتهمشه بطريقة فظيعة، وهذا الاشي عم يحرق دمه اكثر واكثر. هذا الشخص كمان ممكن يكون عاطفيا يعني عم بيحاول انه يجاكر فيك او كذا، ولكن انت عم بتهمش الموضوع، عم تقلل من شأنه، ولكن انت جواتك في مشاعر كبيرة وهو جواته في مشاعر كبيرة. شايفة فيه ممكن تكون عندك في آلام إرهاق من كتر العمل، من كتر الحركة، من كتر التفكير، ممكن
شايفة شوية إرهاق عندك، تعب، يمكن تتعب بس ليوم واحد أو لفترة قصيرة كتير، بعدين تسترجع قوتك وحيويتك زي ما بنعرفك. الجدي نشيط جدا جدا ما شاء الله، بطريقة حلوة. خلينا نشوف بشكل عام عن العاطفة. بشكل عام عم بشوف علاقة ثلاثية مسيطرة ولكن عم تتهمش من الطرفين، منك ومن الشريك. شايفة في بعد عن العلاقة الثالثة، ولكن راح تكون هي يعني بارزة أكثر إشي في النصف الآخر أو في النصف الثاني من أكتوبر. بالنسبة للمتزوجين ممكن يكون في، خلينا نقول، مشكلة شوي عابرة، شوي في شوية شك، شوية غيرة، ولكن هذا الموضوع شوي رح يتصعد يمكن من طرفك أو من الطرف الآخر، ولكن بعديها رح تروق الأمور. يعني مش هالمشكلة الكبيرة، لكن أنا بتوقع المشكلة إلها علاقة في علاقة ثلاثية. انت في قرار معلقه او الطرف الثاني معلقه، ما شايفة الامور عم تصفى 100% بهذا الشهر. يمكن الشهر اللي بعده ان شاء الله يكون احسن، بس شايفة شوي في امور معلقة، في انتظار، في بالنسبة للعاطفة. بالمستقبل ممكن يكون جدا في عائلة مع الشخص اللي بتحبه، ولكن في هذا الشهر انا عم بحكي عم بتكون في علاقة ثلاثية شوي عم بتخرب المواضيع والأمور، مع إنك أنت في كامل قوتك عم بتحاول إنه توقف هذا الموضوع أو تنسحب منه، ولكن في النهاية أنت بتحب الطرف الثاني والطرف الثاني عم بحبك. عم بشوف في حب صافي بيناتكم مع وجود أشخاص كتير حساد أو أشخاص عوائق ممكن تكون هاي في العلاقة، ولكن الحب موجود، هذا أهم شيء، يعني موجود بشكل فظيع. عشان هيك في تعليق للأمور قلت نفس الشيء، العلاقة الثالثة رجعت بينت. إذا في، آسفة لبرج الجدي، يعني إنه قراءة مش كتير إيجابية طلعت، ولكن الحلو في الموضوع انه مستقبلا راح يكون في بوادر خير، راح يكون في خير على بالمادة على فكرة وبالعاطفة، مع انه ورق عاطفي. في ممكن يكون اشخاص معجبين فيك ولكن انت ما عم تعطي فرص. هذا الشهر بشوفك عم تعطي فرص كتير، انت يا برج الجدي اما من مرة ما تعطي فرص او عم تعطي فرص كتير، فعم بشوفك عم تعطي ناس كتير اهمية وهم ما يعني ما جديين، ما كتير عم بيكونوا جديين في الموضوع. احذر بس من الاشخاص الجداد في حياتك او اللي بدك تدخلهم، يعني حتى لو كنت تعرفهم بدك تدخل معاهم في علاقة، اذا كانوا هم هوائيين أو حتى ناريين شوي نحذر من هذا الموضوع. في أدكشن رجع بين عندي، إدمان معين على شيء معين عم بتحاول إنك تتركه، ولكن يعني هذا الشهر كمان معلق هذا الموضوع. هذا بشكل عام. نرجع نعمل قراءات تفصيلية طبعا، بس عم نعمل بشكل مختصر لحتى ما نطول عليكم. خلينا نشوف التحذير هاي الفترة لبرج الجدي شو عم بيكون. نفس الكارت اللي طلع، مش عارفة لأي برج. برضو توقيع على عقد، في عندك عقد زواج، ان شاء الله ما يكون طلاق يا رب، لأنه شايفة في قلب حب، في حب الموضوع، في يعني هذا الموضوع خير مش شر. فهو توقيع على أوراق، إما تكون سفر أو زواج أو عمل، ففي توقيع عقد.
بس بقول لك احذر انه ادرس الموضوع منيح قبل ما تاخذ القرار. كمان ممكن يكون عندك مساءلات قانونية، شغلات لازم تسكرها، او شغلات طارئة قانونية ممكن تطلع لك هيك، فتكون حذر شوي يا برج الجدي. شوف مسج من الحبيب او كلمة. بحكي لك I need time to heal، بده فترة عشان يستشفي، ما بعرف شو انت عامل له. ممكن تكون عكسية القراءة طبعا لأنه عاطفية، بس وكأنه انت عامل له شيء، او عم بيقولك انا بس بحاجة فترة لحتى استشفي، لحتى انسى اللي صار، لحتى يعمل هيلينج. فبس بيقولك انه هاي فيها كمان انه انتظار، انه انتظرني او شيء، لانه لولا هيك ما يعني ما ببعث لك هاي المسج، او ما بيقول لك هاي المسج. خلينا نشوف اوراكل. برج الجدي، في مين هاي ممكن تكون تحذير يعني نصيحة، في مين عم بيبني لك قصور في الهوى او بيت في الهوى او اوهام، فبيقول لك يعني احذر من هاي المواضيع. في مين عم هذا الشهر عم يعيشك باوهام، او عم بكذب عليك، عم بشوفه عاطفي هذا الموضوع، بيقول لك احذر من هذا الموضوع حبايبي.